مختصون بعلم النفس بيّنوا أن تبعات ارتفاع درجات الحرارة تتعدى مجرد التأثيرات السلبية على صحة الإنسان الجسدية، بل تطال صحته النفسية والعقلية عبر ضغوط كبيرة قد تدفع البعض حتى التفكير في الانتحار. وهناك دراسات علمية ربطت بين الارتفاع الأخير في درجات الحرارة وبين تزايد وتيرة معدلات حالات الانتحار عالميا، بدلالة أن هذه الحالات تزداد طرديا مع ازدياد مستويات الاحترار وخلال أشهر الصيف خاصة، فضلا عن أن تأثيرات تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة تنعكس سلبا حتى على دخل الناس وأعمالهم وعلى قدراتهم الإبداعية والبدنية والذهنية، ما يشكل عاملا محفزا للشعور باليأس وكره الحياة لدى الكثيرين.